السلام عليكم، مرحبا بكم وجمعة مباركة. نقطة توازن اليوم مع الدكتور مصطفى السمدي تخص تأثير شبكة التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية. طبعا حضر معنا للا ماريا بن جلول فقرة صحي ولذيذ، هي غادي تخصص الفقرة ديالها كل ما هو كروكيت. وأخيرا حضر معنا كاريكاتوريست سي علي غامر، مرحبا بكم معنا في صباحية الدزام. السلام عليكم سي علي غامر، مرحبا بك صباحية الدزام، ونهار كبير هذا اللي شرفتينا فيه بالفن ديالك اللي غادي نسلطوا عليه الضوء اليوم، مرحبا بك ونهار كبير هذا. شكرا لك زميلة سميرة، انا بدوري جد فخور بالتواجد معكم بطبيعة الحال اليوم انفتاحا على الجمهور المغربي الكريم بطبيعة الحال. حسيتي على جوائز دولية كثيرة تبارك الله، عندك تجربة في الرسومات ديالك في الكاريكاتور ديالك. بعدا اولا بغينا نعرفوا بفن الكاريكاتور، واش دائما عنده علاقة مع التهكم والسخرية ولا عنده مغزى اخر؟ جميل. فمبدئيا يعني بخصوص رسوم الصحف والكاريكاتور بصفة عامة، يعني بكل صدق وبكل امانة نجد صعوبة في التعريف، علاش؟ لانه هناك تباين بين الرسامين، كل رسام له رؤية له فلسفة له فكر. من زاويتي أرى أنه صراحة وإن كان يعني الجانب الساخر موجود في رسم الصحف، أرى أنه فن جاد بكل بساطة. لماذا؟ لأنه لابد أن هناك خطاب وهناك صورة، فالصورة قد تبدو ساخرة أحيانا لكن الخطاب يكون جادا. وهنا أرى يعني من وجهة نظري أنه القول بأنه رسم الصحف والكاريكاتير فن جاد أكثر من هو ساخر، هذا أمر يعني أكثر ذقة. ويعالج بجدية أو لا بسخرية مواضيع جادة. بالضبط، هذا هو ما يعني نقدم مواضيع جادة بقالب ساخر إن صح التعبير. شنو نوعية المواضيع اللي السي علي عامر مثلا تيتداولها في الكاريكاتور ديالو؟ فنعلم أنه الكاريكاتور وجد من أجل النقد، وأول موضوع يعني يمكن للرسام أن ينتقده أعتقد أنه الموضوع السياسي. طيلة الأيام بطبيعة الحال التي نعيشها هناك مجموعة من القرارات السياسية، هناك مجموعة من الأحداث المرتبطة مع الجانب السياسي. عندكم كامل الحرية أنكم يعني تتكلموا أو تتداول المواضيع السياسية في الرسومات ديالكم؟ بطبيعة الحال. في السابق يعني كنت أرى شيء آخر، لكن من خلال مجموعة من التجارب خارج أرض الوطن وقفت على واقع للأسف مرير من طرف مجموعة من الدول التي تدعي أنها تمتلك الحرية، واكتشفت أنه اليوم ربما هامش الحرية والإبداع في المغرب ربما هو أفضل من التجارب التي تدعي أنها تمتلك حرية التعبير بكل بساطة. أعتقد أنه لحد الساعة هناك هامش واسع من الحرية، أكيد هناك مضايقات، لكن وإن كان أعتقد أنه الرسام اليوم إن أراد أن يعبر عن أي رأي يستطيع أن يعبر عنه في الحمد لله صحيح. الحمد لله. بغيت نعرف الوضعية ديال الفن الكاريكاتور أو كما تسميه رسوم الصحف. بالضبط. الوضع ديالو في المغرب، حنا تنعرفوا بأن الصحف أصلا هي الورقية ما بقاتش بزاف، واش تأقلمتوا مع الوضع، تأقلمتوا مع التطور والكاريكاتور ولانا تنشوفوا من غير في الصحف تنشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا بقى هو الفن اللي تنعرفوه مش حال هادي في المغرب؟ صحيح أنه في إطار هذه النقلة التي نقلة ربما التي تعرفه الصحافة، فنحن ننتقل من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية، وبكل صدق وبكل أمانة ربما رسام الصحفي هو الذي تضرر بشكل كبير من هذه العملية الانتقالية. لماذا؟ لأن المواقع الإلكترونية اليوم لم تمنح يعني هامش واسع بالنسبة للرسام كي يساهم يعني في إبداع أعمال صحفية وأشياء من هذا القبيل. لكن وإن كان أعتقد أنه المسؤولية لا تتحملها المنابر بقدر أنه رسام صحفي ربما لم يكن قادرا على تسويق أعماله. وهنا أحمل المسؤولية أيضا للرسام الصحفي أنه يجب أن يبحث له عن فضاء للنشر. لكن الإشارة حينما تحدثت عن موقع التواصل الاجتماعي، اليوم مواقع التواصل الاجتماعي ربما تمنح يعني فضاء شاسعا للتعبير عن مجموعة من الآراء من خلال رسوم الصحف، وأعتقد أنه أغلبية رسامي الصحف المغاربة ولا حتى على المستوى الدولي هم يستخدمون هذه القناة من أجل يعني إبداع أعمال جميلة. فأعتقد أنه مستقبل رسوم الصحف هو يكون على عاتق الرسام أكثر من
يعني الشركاء إن صح التعبير الذي يعني لدني يحيطاني برسام. وألاحظ أن اللغة ديال الرسام ديالنا الصحفي سي علي لغته فصيحة جدا، فهذا يعني بأن الرسام هو إنسان مثقف في المجتمع ديالنا وعنده واحد المجال من التعبير اللي خاصو يتحمل المسؤولية ديالو من خلال تكوين ودراسة معمقين. فأنا بغيت نعرف التكوين ديال سي علي غامير شنو هو؟ واش درتي مدرسة فنون جميلة بحكم أنك رسام؟ واش درتي الإعلام بحكم أنك صحفي كذلك؟ شنو التكوين ديال سي علي غامير؟ بكل صدق زعما التكوين ديالي بعيد كل البعد على المجال الفني، فمجال ديال الإعلاميات وما جاوره، ولكن ربما انا نشأة يعني ديال فتره زمنيه هامه، هنا نتحدث عن الربيع العربي، ونشأة ايضا البيئه اللي كبرت فيها، ربما لانه كبرت في اسره هي نقابيه ان صح التعبير، يعني الجانب النقدي دائما كان حاضرا. هذه امور ساهمت في تكويني ان اميل الى الجانب المرتبط بالرسم الصحفي كفن ناقد اكثر من المجال ربما الذي درسته شيء من هذا القبيل. والموهبه كانت دائما ديال الرسم؟ اكيد انه الموهبه كانت، لكن ايضا يعني الجانب الثقافي مهم للرسام، لابد ان تكون هناك حموله ثقافيه، وان كانت يعني تجربتي تبقى متواضعه. لماذا؟ لانه ينعكس على الرسوم بشكل كبير، ينعكس على الرسوم بحيث اننا نجد المضمون ديالها وعلى المواضيع اللي صحيح. فالرسام مثقف نجده يعني يتعمق في 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 التفاصيل، ويناقش يعني الاحداث بنوع من التحليل، نوع من القراءة الدقيقة، نوع من الفطنة، المجموعة من الأشياء التي لا يفطن إليها يعني العموم، وهذا أمر واجب، ولا بد أن تكون لك حمولة ثقافية كي تتمكن من يعني مناقشة التفاصيل القوية بعيدا عن المسائل السطحية. إذن فهمنا بأن تأثير ديال المحيط ديال سي علي غامير كان مهم جدا، قلتي نقابيين والناس يعني ترعرعتي في بيئة أصلا عندها هاد الرؤية هذه. بغيت نعرف أنا بمن تأثرتي كفنانين صحفيين هنا في المغرب؟ شكون من الناس اللي كنتي تستلهم منهم وكنتي تعجبك تشوف الرسومات ديالهم هنا في المغرب؟ مبدئيا الاب ديالي بكل صراحه، وان كان لم يكن رساما، لانني اعتقد ان الرسام الصحفي ليس بالضروره من يرسم رسومات، فكل المغاربه هم رسامي الصحف، لانهم كلهم يعني يعلقون من خلال الكلمه، يعني فقط كان لابد ان نغير الكلمه بالرسم. الاب ديالي يعني كان له باع صراحه في، وله يعني حمولة ثقافية وحضور قوي يعني من خلال تجربتي الشخصية. أيضا هناك أساتذة كبار لا يمكن أن ننساهم بكل صراحة، أستحضرون المرحوم الأستاذ إبراهيم المهادي رحمه الله، أستحضرون الأستاذ الكبير الأستاذ يعني العربي الصبان، الكثير من الزملاء والرفاق كما تفضلتم يعني تكلمنا الاستاذ حسن بختي واشياء من هذا القبيل، يعني استاذي في مدرسه الفنون الجميله، وليت نبعث ليه التحيه والسلام. حقيقه كنت معجبه بلي كاريكاتور ديالو، عنده واحد الحس فني رائع، واحد الذكاء تينعكس في الرسومات ديالو، ما شاء الله. استاذ تحيه بكل صراحه. ايضا انا معجب يعني باعماله الرائعه وبحسه الفني الكبير، يعني اعتقد انه استاذ تعلمنا منه الكثير بطبيعه الحال. هناك الكثير من الاسماء التي كان لها وقع يعني على تجربتي الشخصيه، ولا اوجه لها الشكر بكل صراحه يعني من هذا المنبر. واخا بغيت نفهم انايا علي غامير، انا في مخيلتي ديالي رسام ديال كاريكاتور عنده قلم وورقه وترسم، واش تنتوما في التكنولوجيا تبدلت الامور يعني على مستوى التكنولوجيا؟ واش تنقدروا نشوفوك بهذوك الشاشات الصغيره ودي ستيلي في عود اقلام؟ واش واكبتوا تطور التكنولوجيا ولا لا؟ جميل. انت شخصيا كيفاش تخدم؟ جميل. تقريبا هناك اجيال، كان الجيل الاول الذي يعتمد على الرسم يعني اليدوي، ثم جاء جيل يعني حاول ان يجمع بين يعني الاثنين، اليدوي وبين الرقمي، يعني اسلوب مركب. والاجيال الاخيره ربما اغلبها يعني يستعمل ويستخدم الرقم. انا من الجيل الاخير بكل بساطه. يعني اكيد كنت ارسم في طيله مساري، لكن حينما يعني تشوف لما كانش الساس ديال الرسم باليدوي ما يكونش بطبيعة الحال، وإن كنت أنا ضد فكرة أنه الرسم هو الأساس، لأنه مجموعة من الرسامين على المستوى الدولي لهم وزن ولهم ثقل ولهم حمولة ما شاء الله، لكن أسلوبهم بسيط للغاية والرسم بسيط، لأنه هناك تراتبية مهمة يجب أن يعني نعي
نعيها إن صح التعبير، يمكن القول أنه القيمة الحقيقية لرسوم الصحف تأتي بالرسالة أولا، ثم الفكرة، ثم الرسم. ناجي العالي ليس برسام، يعني الرسم هو أداة لإيصال الرسالة بكل بساطة. ما دام تتوصل الرسالة راهي قامت بالمهمة ديالها، وتتبقى يبقى مدارس ومذاهب، كل واحد تيختار اللي تتناسبه، والمهم هي الرساله توصل. ياك صحيح، انا من الجيل القديم ديال الورقه والقلم نكتشف معك، وبالعكس تيعجبني انني نكتشف بان هناك تطور كذلك في مجموعه من الفنون اللي تنهني على راسها فن الكاريكاتور هنا في المغرب، لان عنده واحد المجال ديال الحريه، وفيه شباب اللي خداو مشعل ديال فنانين سبقوهم. هانئا لك سي علي غامير، اللي بغى يطلع على الرسومات ديالك فين يشوفهم، كيفاش يشوفهم، عندك موقع، ولا اللي بغى يعرف هذا الميدان هذا ويتكون فيه شنو يدير؟ اليوم في بلادنا يعني هناك هامش من الحريه بطبيعه الحال، ويجب ان يكون لنا الحس النقدي، ولما لا من خلال على اساس تكون واحد الارضيه ديال الثقافه وديال الدراسه طبعا، قبل ما نجيو نديروا اي حاجه اخرى بطبيعه الحال. شكرا لك سي علي غامير على تلبيه الدعوه الصباحيه الدزم. قبيله سرتي شبكات التواصل الاجتماعي، غتكون موضوعنا فقره نقطه توازن مع دكتور مصطفى الصمدي، تاثير ديال على العلاقات الاسريه، مباشره بعد فقره صحي ولذيذ وللا ماريا بنجون. شكرا لك سي علي غامير. شكرا لك. علاش اختاريتي لنا اليوم لي كروكات؟ حيت عزازين على الوليدات الصغار. عزازين على الوليدات الصغار، وبعض المرات كيفتي ملي تنعملوا اون كونت سالاد، يعني سالاد فاغيي، الجرده اللي كنت نعيطوا لها الجريده فوالا، ولا تنعملوا دي بيفتيك، ولا شويه ديال الكبده، ولا شويه ديال الحوت، ما تنقدروش نديروا لا سالاد وهذا ونديروا الخضار اخرى. قلت وحاجه اخرى الدراري كلهم تتعجبهم، والحاجه الثالثه هي هادو تنقدروا نوجدوهم حيت على تسع ونخلوهم غير في الثلاجه يومين ثلاث ايام اربع ايام، وندخلوا نديرهم في الفران. واضح. دونك هذه سالاد. دونك تتكلمي هنايا غير على الفران، ما كاينش القلي. لا ما كاينش القلي. بون تنعاود نقول لسميرة الى ساعه ساعه خدينا شي حاجه مقليه راه ماشي ما فيها باس، ولكن ماشي على حساب ماشي ماشي دائما صحي. دونك هذه اون مايونيز ميزون، راه قلت لكم كيف تنصوبوها بالبيض، بشاد الصفر ديال البيض ومسلوق، وشاد ديال الموتات، شاد زيت العود، وشويه ديال المعدنوس اللي بغينا. تنعملوا الكبيده ولا شويه ديال البيفتيك ولا الحوت يكون عندنا، وباش غادي نرافقوهم غنرافقوهم دي كروكيت. الوغ غادي نبدا دابا باش غنبدا هادو، هاد الاولين هادو ديال الدجاج. الوغ باش مصاوبين، هذا مصاوب، هذا درتو بالدجاج ودرت فيه لامي دو بان، الخبز بضعة ديال الخبز خليتها في الحليب باش البابا البابا، وخلطهم، وهنا درت شويه ديال الحار ومرمتهم في الطحين كامل في البيض، ومرمتهم في شويه ديال الجنجلان، وطيبتهم في الفران. هادو شويه حارين دونك ديال الدجاج، هادو هادو ديال الدجاج حارين، ما خاصش ياكلهم الدراري الصغار، لا حارين منهم الحار. فهم حتى الفرماج، وي فهم شويه ديال الفرماج. الوغ انا دابا هاد المره درت الفرماج، اللي ما تيبغيش الفرماج يقدر يدير لويزا، يقدر يدير طريف ديال المشمج داك اليابس، طريف فخدونيلوك ولا طريف ديال البرقوق، كل حاجه كيعطينا السر. لالا ماريا بنجوع عسي داك ما دخل الحروجه غزال كسير باش ما جاوش ناشفين، حيت بانوا لي ما ناشفينش. لا ما ناشفينش حيت طايبين في الفران. الوغ شنو ندير؟ مني مرمتهم في الطحين خليتهم حتى يبسو، ولكن ماشي في الثلاجه. من بعد خديت شويه ديال الجنجلان هكذاك وحرملتهم ودرتهم في الفران، حيت تيكون بعدا الدجاج طايب، هذا راه الدجاج طايب عاد تنطحنوا، دونك تيبقى واحد خمسه دقائق في الفران. هذا هو السر ديال هادو. الدجاج طايب ماشي كفته ديال الدجاج؟ لا الدجاج طايب، هادو الدجاج طايب. بعيش خلطتيه؟ درت له شويه ديال الحر ومرمته في جنجلان، يعني ما استري حتى شي حاجه اخرى؟ لا حتى شي حاجه اخرى. لذيذ جدا. الوغ هذا دجاج خضر، وباش هذا فيه كيف قلنا البابا ديال الخبز. هذا شنو درت؟ درت البلبوله مبخره، خلطتها معها ودرته نفس الطريقه، هذا ما فيش الحر، ولكن هذا ما مرتوش في الجنجل، مرمتو في البلبوله هكذا
هذا غادي يعجب سينا بالعياش هذا مزيان هذا طيب عادي وما فيه لا حار لا والو دائما شويه ديال المليحه شويه ديال راه ما تنديرش الملحه بزاف حيت الفرماج هذا مالح ولكن تنعاود نقول لك هادشي نقدروا نديروا حتى طريف ديال الفلفل نديروا طريف الفلفل تعطينا داك المذاق ديال الفلفل كامزيانه دونك السر ديال الكروكيت اللي هذا الدجاج طايب فتيين هذا الدجاج طايب الدجاج طايب مخلط مع البضعه اولا البابا ديال الخبز اللي رقدناه هذا الدجاج خضر فقط الدجاج خضر طايب مخلط مع البلبوله ومرمد في البلبوله ولكن قبل اللي مبخره ولكن قبل دائما تندير ذاك الطحين الكامل وتندير البيض وعاد واضح هذه كفته باش مخلطه حتى مع البلبوله كثرت فيها المعدنوس بزاف عاد وتاي درت فقال منها الفرماج وهذه الوغ هذا مرمتو في البلبوله هذا البلبوله حتى طاب معاها الوغ هذه بكفته الوغ هذه انا تيعجبني حتى طبعا خديتها خضره هذيك هذا بوحدو اللي طايب هادو خضر كلشي خضر دونك هادي لاصوص باش ندير تندير داك لاصوص سكري تجي داك لا توش هي شويه ديال العسل شويه ديال فينيغ بالزاميك وشويه ديال ماتشا دونك تنحكم تنعمل اون صوص سكري دونك سا سي ا باس دو بروتين يعني بالبروتينات يعني التوابل بون هذا فيه المعدنوس بالكثره ولكن ما كاينش التوابل بزاف عاد حيت الدجاج والفرماج راه تيعطي بنان ديجا دونك هادو جوج الانواع ديال البطاطا حتى نعرفوا لي كروكيت تنديروا البطاطا بزاف ولكن شنو دابا تنبخروا البطاطا وتنعملوا لا بيوري باش نديروا لي كروكيت تنديروا الزبده بالكثره الوغ انا ما تعملش الزبده تنبخر البطاطا وتناخذ الحليب اون بودغ ما فيهش ماده دسمه وتناخذ صفر البيض نبخروها ولا نسلقوها كذلك ممكن بحال بحال الا سلقناها خاصها تقطر بزاف عاد مزيان دونك وتنعمل غير بودره حليب بودغ وتنعمل غير صفر ديال البيض ما تنعملش البيض كله وتنعمل معها هنا درت شويه ديال الفرماج موزاريلا وهذه البطاطا حلوه درت معها الفرماج احمر ديالنا باش نبدل البطاطا حلوه درتيها كروكيت انت غادي تذوقيها دونك هذه مرمده في لا شابولور ديال الطحين ديال الزرع وهادي واحد النهار هضرنا مرمده فشي ديال الشوفان ها هي بطاطا حلوه هذيك كروكيت حتى هي الا سمحتي الوغ بغيتي تاخذها بك بتيت صوص طوماط ولا تاخذها بوحديتها باش نشوف بغيت ندق المذاق ديال البطاطا حلوه بسم الله بغينا نزيدوا النواوره الكوزه ما بغيناش نزيدوا الكوزه دونك كل واحد كيف وهادو عرفتي سميرة من تتوجدهم بحال دابا الحيط تتخليهم في الثلاجة تتنسايهم تتجبديهم ودائما تيكون عندنا الطحين اللي ما عندوش الشوفه اللي ما عندوش الطحين يمرمدها غير في الطحين عادي ويديرها في الفران. ممتاز. ياك. جات غزالة وتطبا. غزالة الله يعطيك الصحة. ملي تتكون دابا هادشي راه ما بقاش كروكونت بزاف تبدلات دابا ولكن جي ماجي فاش خرجات من الفران تتكون كروكونت من برا ولداخل تتكون تطبا. وكنقدروا نرافقوها بشوية ديال اون صوص طوماط عادية يعني صوص طوماط بالدار مطحونة مزيان اون صوص طوماط عادية. اللي درت هنا غير هنا زدت العسل والفينيغ بالزاميك الواحد تيغير. الوغ هادي فلافل ولكن مصوبين بالفول وبالحمص القزبر بزايد ولكن الثومه بزايد دونك ما تطغيش الناس بزاف الوغ تيقولوا لي كيف تجيوك هكذا مدورين انا عندي داك لي مول داك لي بتي مول اكاك تندهنهم وتنديرهم فيهم تنطيبهم في الفران تيجوا هكذا محمرين غير واحد ما يردش البال حيت دغيا تيتحرقوا ملي تيتحرقوا ما تيبقاوش صحيين الوغ لو كود كور ديال هادشي كله كبي الوغ كبي هي لبنانيه الكبه كبي لبنانيه ولكن حنا تنقدروا نصاوبوه عندنا حتى هو الوغ شنو ندير هذا هو لو كود كور وغادي تذوقي وحده مع لاصوص ديالها تكمل هادشي بعدا تكمل هذيك بصحتك الوغ كبي تنقولوا لي حتى ولادي تقول ماما واعر باش تنلويوه غنعطيكم واحد الوصفه اللي بلا ما نديرهم هكذا نديرهم بحال ان غراتان وتيجي نفس المذاق تناخذوا شويه ديال الكفته وتناخذوا شويه ديال البرغل فازك وداك الكفته تندير فيها شويه ديال النعناع شويه ديال مرد الدوش هذه ما وتندير فيها شويه ديال اللوز مطحون وتنبقى نعجنها نعجن شويه الكفته ماشي بزاف وتنعجنها مع داك البرغول حتى تطلع بحال ان باتي بحال ان باتي دونك تتعمل داك لو باتي تاخذ شويه الكفته اللي بقات تديها وتجيبها مع شويه ديال البصله عندك صنوبر عندك شويه ديال اللوز ما عندك والو تتعملها في قلب منها الوغ هذا اش تندير داك لاباط تنعملها هكذا في يدي وتنعمل كوم امتي ترو وتنعمل داك لافاس وتنبدا نطلوها هكذا
سيت اون تكنيك باش نصوبها سهله ماشي واعره. ما قدرتوش ديروها هكذاك اش ديروا؟ تاخذوا هاد لاباط بحال ان باتي، تاخذوا امول تيمشي في الفران دهنوا بشويه الزيت، ولكن غير يدكم هكذا بالزيت وديروا هادو معسوها 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 ونديروا لا فارس ونعاودوا ناخذوا اون اوت كوش دو بات ونديروها فوق منها. يعني انت في عاوت ما دير لي هذاك الشكل دائري درتيها وتنعملوا دي بيتي تريونغ ولا دي بيتي لوزانج بالموس باش يبان. بغينا نذوقوها بشي حاجه تنعاود دهنوا مي فريمون بشويه ديال الزيت تنديروها في الفران، وملي تخرج تنبدا نقطعوها دير ليزونج دير لوزانج ولا دي كاري نفس المذاق غير الشكل اللي مغير الشكل واضح وطريقه سهله فوالا. وباش تنقدموا كثرتو مع تنعطي ديما هاد الوصفه مع اللبن عفوا مع يوغورت ميزون مع شويه ديال النعناع. الوغ الى عندنا طحينه هو في هاد لاصوص درنا طحينه والنعناع فوالا. عندنا طحينه ما عندناش ناخذوا الزنجلان ونطحنوه. كاين اللي تيبغي يزيد الثومه، كاين اللي تيبغي يزيد الحار، كاين اللي انا تنخلي دائما طبيعي. الوغ غادي تشوف سميره غادي تاخذ وحيده وذوقيها مع بسم الله تحلو شويه حيت في الفران حتى هادو طيبين في الفران. الوغ البهارات انا تندير شويه ديال تندير لي كلو دو جيغوف تنعمل واحد جوج مع شويه ديال الابزار شويه ديال سينو راه تيتباعوا موجودين البهارات ديال الكبي تيتباعوا. ما كانش القرنفل جوج عويدات القرنفل تنديروا مع العطريه ديالنا وتعطيونا هاد لو كو ديال الكبي. نقدروا نزيدوا فيها كركاع على الداخل، نديروا كركاع نزيدوا اللي بغينا اللوز ولا ما نديروا فيها والو، والواحد غير تيغير وصافي. دونك هذه اللي فيها تتصبر منين تنوجدوها نقدروا نديروها في الكونجيلاتور تتصبر، هذه تتصبر ملي تنخرجوها نديروها في الفران شتي واخا تحلات غير شويه ولكن ما تتحلش كومبليتومون ما تتحلش كومبليتومون. واحد القضيه ما يدماش اولا طيبه في الفران الجيده يعني. بزاف بصح وبعد حتى الكبه تلقى فيها هذيك الريحه ديال ديال الكرنفل وديال الشحمه الغاويه فهمتي هذه الجيده فريمون. ولكن خديت نقول لها كبه مغربيه فيها اللذه المغربيه. ولكن خديت اللحم ديال ما خديتش اللحم ديال الغنمي خديت البقري خديت البقري وخديت داك اللحم احمر وراه زدت فيها حتى شويه المرد الدوش حنا تنساو المرد الدوش تنساو هاد ليزير نخلطوهم زعما وشويه ديال اللوز باش تجي شي رطبه روعه الله يسلمك. وتنحاولوا نقدموا وتنساو بان هادو راه هما اون سورت دو كروكيت وسهلين وسهلين ويعجبوا وليدات ديالنا لان الناس كبار الناس صغار وصافي صحيح ان روبا كومبلي يعني. الله يعطيك الصحه شكرا لك لاله ماريا بنزيون. نلقاو الاسبوع المقبل ان شاء الله مع صحي ولذيذ. اللحظه غادي نمشيو عند الدكتور مصطفى الصمدي باش نختموا كالعاده في حلقتنا ديال اليوم الجمعه بالمسك والعنبر. نقطة توازن اليوم معك مصطفى الصمدي. مرحبا. دكتور اهلا بك مره اخرى وجمعه مباركه. وفيتي بالعهد ديالك وبالوعد ديالك والوفاء بالوعد من شيء من المواطن أكيد. الصالح اكيد ياك قلتي لنا بانك غتكلم لينا على تاثير شبكه التواصل الاجتماعي على العلاقات الاسريه فاش كلمنا على الجار والعلاقه مع الجار وكيفاش تحولت هذه العلاقه من حميميه واسريه الى علاقه ديال الغرباء. وقلتي بان التاثير ديال شبكه التواصل الاجتماعي عنده دور كبير جدا في تشتيت هذه العلاقه. اكيد اجي نتكلموا على هذا شبكات التواصل الاجتماعي ونشوفوا الجانب الايجابي اللي خصنا نعززوا والجانب السلبي اللي خصنا نبعدوا منه. جبتي واحد الموضوع الاخت سميره اللي الاسر كلها كتعاني منه في الجانب السلبي ديالو، اقصد الجانب السلبي. هاد شبكات التواصل الاجتماعي هو واحد العالم افتراضي دخل اليه الجيل الحاضر وغيبه عن الواقع. نقدر نقول لك تغيب كلي. ومن تداعياته السلبيه ان الاسره فقدت ذاك اللحمه وذاك التواصل الذي كان يقع داخل الاسره الواحده بين الاب والام والابناء. هذه تكاد كل الاسر تشكو منها. تحس بك حس في قلبك اكيد لاننا كنعاني وكنعاني منها جميعا. ما كاينش الان الاسره اللي غادي تدخل هذا مشكل. ولذلك المشكل كاين ولكن واش نبقاو نتفرجوا؟ شنو خاصنا نديروا؟ خاصنا نديروا هو اول حاجه نستشعروا كل واحد فينا ان هذه الاسره راها امانه ومسؤوليه. ولقد قلت لك في كلمه سابقه ان البيت هو فضاء ديال المسؤوليه بامتياز وديال العباده فاما غنتحملوا المسؤوليه ديالنا
داخل الاسره ما وسعنا الامر في حدود الامكان ودائما باللطف وبالتيسير وبالترغيب وبالتحبيب وبالتاليف وبالاساليب اللي يمكن يكون فيها الابداع ومحبوبه، لان الجيل اليوم ان لم تقدم له البضاعه الجيده وتسوقها له تسويق جميل لن يقبلها منك، لان الاسره الان ما بقاتش هي بوحدها اللي كتربي، ما بقيتيش في الدار بوحدك اللي كتربي وليداتك، تدخلت جهات اخرى ولو اوسطت الابواب والنوافذ تدخل عبر الاثير، ولذلك اما ان تمتلك ذكاء في مزاحمة هذا الذي يجول عبر العالم ويصل إلى الأبناء وهم في سن قد لا يسمح لهم بتنقية الصالح من الطالح الجيد من الرديء وربما يتعرضوا لأشياء وهم عرضة لها. كيفاش نتنافسوا مع هذا أستاذ؟ كيفاش نتنافسوا معاه؟ هذاك مشكل، هذاك نبغي نسميه أنا نقول واحد الفتنة اللي هي في هذا الزمان، اللبيب الذكي هو الذي يعرف كيف يتعامل معه، ما يمكنش نعيشوا بلا به وما يمكنش نسلم أنفسنا إليه، ولذلك الانسان الذكي هو اللي كيتعامل معاه بذكاء. وهذه الخصله هذه واش عند الوليدات الصغار اللي باقيين ما واعيينش اللي عندهم تليفون غادي يعرفوا يفرقوا ما بين الصالح والطالح؟ الوليدات الصغار اش قلت لك قبيله المسؤوليه ديال الاباء والامهات. فاحنا بين امرين، اما اننا ما نخلوش صداع مع الوليدات ونخليهم يديروا اللي بغاو ويشريو لهم التليفون اللي بغاو ويسدوا عليه في البيت ويبقى حتى لوحده وجوج ليه وانتهاني ما خصك صداع، هذا اختيار ولكنه لا تحمد عقباه. اكيد تنفرط منك الاسره، يضيع الابناء، قد تفاجئ بنتائج سلبية، قد تفاجئ بكوارث، أو أنك تحمل مسؤولية في حدود الممكن بلا باقة وليونة، وتعلم وليداتك أنهم كيفاش يتعاملوا مع هذا الجهاز، كيفاش يتعاملوا مع هذه المواقع التي يختلط فيها الغث بالسمين والحسن بالسيء، وتعطي لوليداتك لحظات يرجعون فيها إليك وتكون عندك معهم جلسات تحيدهم من ذلك العالم الافتراضي وتقول له مودي ولا بد اجي وتجلس معهم، وهنا خص الابداع. كيفاش نعيطوا؟ اسمح لي يا دكتور سمادي وغادي ندخل معك شي شويه في التفاصيل. انا عندي مشكل شخصية ولا انا الدكتور سمادي مع العائله ديالي. صحيح مع العائله ديالي، نقول لك اش كنعمل انا؟ نقول لك اش كنعمل؟ قول لي نعم. انا مع وليداتي كنحاول ما امكن نبين لهم هذا الشيء بالكلمه الحسنه واغلفه بالمحبه والغيره عليهم. يا سلام. خصك تغلفه تقول له بنتي اجي، خصوصا عند 14 عام ولا 12 عام ولا 17 ولا 18. راه خصك تبين لان بدافع المحبه والغيره والخوف عليها من ان يصلها مكروه او ذاك الولد كذلك ان ينجري في هذه الجيتيه. كلشي في الاسلوب ياك استاذ. كلشي في الاسلوب والطريقه وبالحكمه، عندنا ما يسمى بالتلطف. التلطف في العباره. التلطف هو ان تكون لين الجانب، حسن القول، يأنس منك الابن والبنت انك فعلا بدافع الغيره تريد ان تذكره وان تنصحه وان ترجعه. كلشي فضا غليظ. لا ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. راه شوف التوجيه يحتاج إلى صنعة وإلى مهارة، وإذا لم تكن ماهر حكيم لن تنجح. وذلك الحكمة جنية، قول الشيء الممكن في الوقت الممكن وبالقدر الممكن. يعني أنت تجذب بنيتك غير بالحيلة أحسن من العقل. بالحيلة طبعاً. فهي تسولي ستختار أنها تجي تجلس معك على هذا التليفون. طبعاً، لأن المنع هكذا لا ينفع. جربنا المنع لم يجدي. يعني لم يجدي. كاين العائلات اللي تيقول لك فاش دخل الدار حطوا هذا في شي بلاصه مسد عليها، هذاك الشيء ما خداش. يمكن من الوسائل ولكنها لا تؤتي طرقها ولا تؤتي الغايه. خاص الاجتهاد اللي قلت لك قبيله، الحكمه في التعامل والتصرف. جربنا المنع ما عطاش. جربنا الرقابه هكذا وانت غادي جاي ما عطاش. اذا احسن شيء هو ان يقتنع الطفل. تقتنع البنت، وصعيب تقتنع لانه كانت تيارات جارفه. واذا كنحاول ما امكن معهم نخصص لهم بعض الاوقات يرجعوا من ذاك العالم الافتراضي للعالم الواقعي. كيمكن تحكي لهم قصه، كيمكن تذكرهم باشياء، كيمكن دير لهم، لانه كيمكن تخصص لهم جوائز لحظات فيها الابداع وتخصص لها جائزه، لان الاطفال اليوم لابد خصك تحفزه، خص التحفيز. فغتقول له مثلا اجي لحظه لأجل مثلا جلسة فيها مذاكرة، فيها مسابقة، فيها توجيه، وتعقبها جائزة. لأنه كيمكن تعطي، ولكن إذا ما بدلتيش هذا المجهود غادي تخسر أكثر من داكشي اللي فكرتي أنك تعطيه. ولذلك دائما فكروا بهذه الوسائل الإبداعية الممكنة لإرجاع الأسرة إلى دفئها وإلى تواصلها الحميم الذي في الحقيقة تعز اليوم. افتقدناه. احنا كبرنا مع الإخوان ديالنا جيل الثمانينات والسبعينيات من القرن الماضي، احنا اصحاب القرنين. عشنا القرن الماضي وعشنا القرن ذوي القرنين. ذوي القرنين عشنا هذا المثل والاخلاق والتواصل العائلي. كنا كنعيشوا مع خوتنا نتخاصموا ونتحسروا عليها. ولكن
ما نقدوش نتفارقوا مع بعض، طلعنا كما كنقولوا مترابطين. اليوم تلقى الابناء داخل الاسره الواحده كل واحد بوحده، ما بقاش علاقات اسريه طيبه بحال اللي كنا نعرفوها. يعني حنا سنعرفوا شحال هذه، انا خويا ما عرفش شنو، كيف مثلا نقولوا بدرجه نقطع عليه يدي، اختي نمشي نضرب على ودها. دابا ما كنا نبحثوا عن صديق اخر، كنا نجد في الاخوه كفايه. نخرج مع الاخ ديالي ومع الاخ ديالي، تظن بان التاثير ديال الشبكات جدا جدا، وهادشي كنحسوه. واخا المغاربه عارفين، ماشي المغاربه ولكن الناس، لا هذا مشكل عالمي مشكل كوني، ولكن الناس عزيز عليهم، خاصهم الردع، خاص تبين لهم الخطوره ديال الشيء باش يلا يوعاو به. اجي نشوفوا شنو هي الخطوره ديال اننا نبقى في العالم الافتراضي ديال الوليدات. غادي نعطيك شنو هي الخطوره وكنلمسوها جميعا. اول حاجه احنا واقعيين، شنو واقعيين؟ هاد الوسائل الحديثه اللي ولات التكنولوجيا الحديثه ووسائل التواصل سيف ذو حدين، عندها ايجابيات وعندها سلبيات، ما نكروش. ايجابيات قربت المسافات، يعني مكنت الاتصال والتواصل في اقرب وقت، سهلت المعلومات توصل، المعلومات توصل، قضاء الاغراض، الاتصال، اغراض مهمه جدا، فوائد جمه. لكن بموازاة مع ذلك هناك سلبيات كثيرة وجب الحذر منها، في مقدمتها الانزوائية، الانطوائية، العزلة، الاكتئاب، الفشل الدراسي، قلة الانتاجية، قلة التركيز، انقطاع التواصل، انقطاع التركيز، انعدام التركيز. كتدخل للبيت الواحد فلا تجد حركة فيه قائمة، لا بين الزوجين ولا بين الأبناء. سبب في ذلك كل ينزوي إلى ركنه ويتواصل مع من شاء وكيف شاء، وتنعرفوا بأن قل التواصل مع أفراد العائلة تولد هو مشاكل، وحاجة تتولد حاجة أخرى، هذا هو الإشكال. هذا هو الإشكال. وإذاك حنا لما كنا ما كناش كنعيشوا مع هذا الشيء، كنا كنخلوا لك تسمع الهراج والصداع والهضرة والنفزة والماكلة والصداع والسرواجي، المهم حركة قائمة، وأثمرت جيلا يعني متماسكا، شيء عشناه. لكن اليوم أمام هذا الإشكال، ما العمل؟ ما العمل؟ احنا كنشوفوا هذا الشيء دائما، تنرجع إعطاء المثل، كنرجع دائما لاستشعار المسؤولية أولا. أيها الأب، أيتها الأم، إذا كنت كتعطي النموذج لوليداتك ديال أن تدخل إلى بيتك وتسد عليك وتبقى مع ذاك العالم، أيقن أنك تتحمل جزءا من المسؤولية، تتحمل المسؤولية من الناحية الدينية ومن الناحية الأخلاقية والتربية، وتتحمل المسؤولية لأنك قصرت في تنبيه أبنائك وبناتك. غادي تقول لي يا ودي راه عييت، غادي تقول لي عييت، ما تعياش، لأنه طريق الخير وطريق الصلاح ليس مفروشا ليس مفروشا بالورود، لم يكن كذلك أبدا، إنه العانة الكبد. إذا في معاناتك، في مكابدتك، في صبرك، في امتحانك، في خروجك إلى أبنائك، في تربيتهم، في اعطيهم الوقت، اعطيهم الوقت، تجلس معاهم راه فيها تماما. ولذلك مع الاسف كيمكن الاباء والامهات ما كيعطيوش النموذج، هذا الشيء موجود كنعترفوا به من راسنا وجبد. كتلقى الام مستلقيه على ظهرها مع الهاتف النهار كله، كيمكن تلقى الاب كذلك عاوتاني الوقت كله لما يدخل البيت، وربما ذاك الابناء يحتاجون منك جلسه، مصاحبه، يعني كلاما. ولذلك عندنا توجيهات نبويه في هذا الباب، صاحبوا ابناءكم ولاعبوهم وجالسوهم وجهوهم حتى تشب فيهم تلك المعاني الحميميه الروحيه. الوقت حتى باش نعلمهم السباحه والرمايه والركوب الخيل، لا حتى شي حاجه من هذا الشيء، ما كاينش الوقت حتى باش نعلمهم حتى الف وباء. وعاد واحد الحاجه اخرى، نستعينوا على هذا الامر بالدعاء. ياك وي، نديروا واحد التفسير ديني للمساله، قول يا ربي هذا الشيء هذا ها هو كما هو، والامر تغلبت فيه كما كنقولوا انا ولكن كتقول يا ربي انا كندير جديد، يا ربي اعني على ان هاد الوليدات ديالنا تتربص بهم الدوائر، مشاكل كثيره اكتوت بها الاسر، حنا كنعرفوا هادشي، مواقع يوجد فيها الاشياء التي تضر بالاطفال، خصوصا ذوي سن المراهقه والذين لا يدركون ويتربص بهم الاخرون، وقد يكونوا عرضه لمشاكل كبيره. فإذا حسبنا اننا نظهر اننا مسؤولين واننا كنقوم بالواجب ديالنا في التوجيه والرعايه، ولكن نستعين بالدعاء في ركعات وفي خلوتنا، نتجه الى ربي نقول يا ربي عاوننا شويه الوليدات، الله الى غير ذلك، ونجلس مع بنتي ولا ولدي ونقول له شوف ولدي، نوضح له، وهذا ما يسمى بالتربيه المصاحبه، كنت صاحب مع ولدي، صاحب مع بنتي، نجلس معاها ونتصنت لها ونحكي لها، نقول لها شوف راه غادي تلقاها في ذاك الانترنت، اش غتلقاها؟ غتلقاها في ذاك الانستغرام وفي التيك توك، راه غتلقاها. وفعلا لما كتدخل دابا لذيك المواقع كتلقى الحاجه الزوينه والحاجه الخايبه. فكيفاش نعطي لولدي المعيار او البنتي والحس ديال الاختيار وتغرس له
في ثقافته وفي قناعته انه لوحده في انتظار انه يستقل بذاته، انه يعرف الحسن فيتبعه ويعرف السيء فيدعه. يعطيك الصحة، شكرا لك دكتور مصطفى السمدي، جمعة مباركة لك وعلى كل المشاهدين إن شاء الله. تلقوا الأسبوع المقبل بإذن الله وحلقات أخرى من صباحية الدزام، إلى اللقاء.